السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف مع بعض ده دليل إرشادي للناس اللي شغالة كهروميكانيكال في المكاتب الاستشارية. ده جزء من الكود السنافوري، بس هو مش إجباري حتى السنافورة، هو مجرد بس إرشادي بيساعد الناس. فهنا بيتكلم على الحاجات المخرجات من كل مرحلة من مراحل تسليم المشروع. يعني في مرحلة البريبيرنج والكونسبشوال ديزاين بيبقى مهم بالنسبه لك ان انت تفهم متطلبات العميل، وان انت تعمل البيمكشن بلان. دي حاجه وثيقه بين المالك وبين المكتب الاستشاري، وبيكون طبعا بكتابتها وتعديل عليها البيم مانجر ورئيس القسم. يعني الناس اللي هي شغاله في الموديل ما بتشتغلش فيها. بعد كده بيم كونسبشوال ريبورت بيتكلم على السكيماتيك والمعلومات الرئيسية. يعني ممكن في المرحلة دي ما نطلعش أي موديل خالص، ما نطلعش أي لوحة خالص، ولو هنطلع ما فيش مشكلة، هتطلع حاجات تشرح الفكرة بتاعتك، بس مش مطلوب منك إنك تحط في التفاصيل، لأن أصلا لسه مش متوافق على المعماري، فما تبذلش جهد وفي الآخر يقول لك لأ ده إحنا أصلا يعني النقط الرئيسية أصلا مش متفقين عليها. المفروض ما تبذلش جهد في المرحلة دي. السكيماتيك ديزاين المعماري بيعمل موديل بسيط، والكهروميكانيكال بيبدأ يحط الشغل بتاعه على المعماري البسيط دوت. يعني هو بيحط المعماري البسيط للمرحلة دي، مش هيحط الديتيل، مش هيحط التفاصيل. فاحنا بنكون متفقين معاه مثلا ان انا مش هينفع اشتغل من غير مثلا الحوايط، من غير الفلور، ومن غير السيلينج مثلا. فهو بيبدأ ياخد الحاجات الأساسية اللي احنا عايزينها ويبدأ ايه يحطها عشان احنا برضه ايه نعرف نشتغل. وبنطلع سكيماتيك دروينج ما فيهاش تفاصيل كتير. الديتيل ديزاين بنبدأ نطلع الديتيل ديزاين دروينج زائد الموديل، ال ام بي ديتيل ديزاين ريبورت، الكلاش ديتكشن والديتيل وبس، والبي او كيو والتندر دوكيومنتيشن. الكونستراكشن والاسبلت والفاسيلتي مانجمنت ده مش تبع المكاتب الاستشاريه، ده المكاتب التانيه تعملها. يبقى انت كده الشغل خلص عند ال او دي 300 او 350 ديزاين. هنا بقى بيتكلم في كل مرحله من المراحل، بيبدا يفسر فيها، بيقول لك احنا مثلا ايه متطلبات العميل. هنقعد مع العميل ونعرف ايه هدفه من استخدام البيم في المشروع دوت، ونعرض عليه اهم الفوائد اللي ممكنه بحيث لو عايز حاجه فيها نقدر نعملها له. بنبدا نجهز الشغل بتاعنا، بنبدا نجهز البيم الشامبلان، لو في فاميلي معينه محتاجينها بنبدا نشوفها، بنبدأ نتفق على البرامج اللي هنشتغل عليها، بنبدأ نتفق على طريقة الشغل. ده البيم بروجكت. بيكون عندي بيم تمبليت من قبل ما اشتغل من مشاريع تانية، بيتعمل لي فولدر من الاي تي او من البيم مانجر، فببدأ احط ملفات المشروع في قلب المكان دوت. وبعد كده ببدأ احط معلومات المشروع. ما ينفعش ابقى شغال في مشروع وانا مش كاتب المشروع دوت موجود فين اصلا، او المشروع دوت في ايه المعلومات المناخيه بتاعته، او اسم المشروع او اسم المالك. لازم المعلومات دي املاها قبل ما ابدا شغل اصلا. وبعد كده ببدا اسحب المعماري والانشائي واعمل لهم لينك وتاكد ان مكانهم مظبوط. وبعد كده بحمل الفاميلي اللي انا هشتغل عليها. وبعد كده اعمل كوبي مونيتور للعناصر الرئيسيه للاركتكشر والاستراكشر. وبعد كده ببدا احط الفيوهات الاساسيه اللي انا عايزها. يعني ممكن يكون مثلا المبنى ده 2 بيزمنت وجراوند و10 ادوار، فابدا اعمل لهم اللوحه بتاعتهم فيوهات وشتات، واحط الفيو في الشيت بحيث يوفر على الوقت. انيبل ورك شيرنج، وابدا اعمل الورك شيرنج بحيث كل الناس تشتغل في المشروع. لود فاميلي، ببدا احط الفاميلي اللي انا واثق ان احنا هنستخدمها في المشروع، زي الميكانيكال اكويبمنت، البلومنج اند سانيتري سيرفيس، فاير بروتكشن، الالكتريكال، معاملات المشروع، بيلدينج سيرفيس. نبدأ ندخل بقى بالمعلومات الخاصة بالزونز، نوع التكييف اللي هشتغل عليه، نوع الفنتليشن، وبعد كده نبدا نتاكد من شغل المعماري، لان ممكن يكون المعماري فيه مشكله، فنتاكد من ان الجرد محطوطه صح، الفلور محطوطه صح، السيلينج محطوطه صح، السلاب، الوول. هنا بيدي مثال على الريفت، ان انا بختار التمبليت، بقول له براوس اختار التمبليت.
وبعد كده بعمل لينك وابدأ اجهز الموديل بتاعي وابدأ اسحب الفلات والمونيتور، ابدأ اعمل شتات الورك شيرنج، بيبقى الشغل موجود على السيرفر والناس كلها تقدر تشوفها. ممكن يكون في مثلا شغل في اكتر من دولة، فمن اكتر من دولة بشوف ازاي هنشغل السيرفر من خلال الانترنت. بنبدأ نعمل ورك سيت على التسمية، بس أول ما أشوف الاسم أفهمه مش لازم أرجع للورق والكود. ونبدأ نعمل كوردينيشن، نتأكد من الشغل منطبق. في الأول بحط الحاجات اللي على السيلينج اللي هي الأوتلت، ونتأكد إن هما مش غالطين في بعض، وبعد كده نبدأ نشوف بالضغطات والشغل. وبعد كده بتأكد بقى إن الإعدادات بتاعتي موجودة، المفروض إنها موجودة في التمبليت. هل محتاج ان اضيف حاجه؟ يعني مثلا اشتغلت في مستشفى ففي انواع من البايب ما كانتش موجوده قبل كده، فاقدر اعملها. السكيماتيك دياجرام، ببدا احط الفكره بتاعتي هنمشي منين ونطلع فين ونشتغل ازاي، حاجه زي كده. ببدا اشوف بقى لو في حاجه معموله كده، ابدا اسحبها لينك كده. مثلا في ستاندرد سيلز او ديلات او حاجه معينه، بنقدر نستخدم برامج الاناليسيز. انت بما ان انت عملت موديل، فتقدر تدخل على اي برنامج من برامج الاناليسيز. في برامج او في امتدادات مشتركه بين البرامج البيم وبرامج الاناليسيز، زي الاي اف سي، زي جي بي اكس ام ال، زي يعني في امتدادات كتيرة تقدر تصدرها من هنا تتقبل هنا. هنا بقى بنقسم بقى شغل زون و سبيس بحيث نقدر نعمل له لود كالكوليشن. اول في برامج بيم بتعمل التحليل دوت، وتقدر تاخد الجي بي اكس ام ال للشغل بتاعك. تمام، ده هنا بيقول لك يعمل الديفيوزر والميكانيكال، بعد كده هتحط التوصيلات بعد ما عملت الميكانيكال، بعد ما عملت المكنه بتاعتك وحطيت الديفيوزر تقدر تتصل بينهم. تقدر تعمل حسابات بتاعتك من خلال البرامج وتخليه يعمل سايزنج او ريسايزنج للشغل بتاعك. دلوقتي بقى احنا دخلنا في مرحلة الديتيل ديزاين، فالمفروض بندخل معلومات اكتر وبنعمل موديلنج للخدمات. هو بدنا بيقول ايه الحاجات اللي ممكن تعملها كوبي مانيتور، فبيقول لك اعمل كوبي مانيتور اساسي لينا الليفل. الجريد ممكن تعمله او ممكن لا. تمام، الكولوم، الفلور، يعني مش لازم حد كلها تعمل لها كوبي مونيتور، بس ممكن تبدا مثلا الحاجه اللي انت تحتاجها. يعني مثلا لو انت شغال لايتنج ومعاك والاير ترمينال مش هتسحبه معاك، بس لو انت شغال كوردينيشن هتبدا تعمل كوبي مونيتور العناصر كلها بحيث تحس لو اي عنصر اتحرك. هو انا بشرح لك ازاي تعمل كوبي مونيتور في برنامج الريفت. تمام، المفروض ان الكود يبقى بابليك، ما بقاش مركز على برنامج واحد. يعني وانا بقولك ان انت هتعمل سيلكت على الحاجه اللي معمول لها لينك، اللينك معماري لينك الانشائي، وبعد كده تقول كوبي مونيتور سيلكت لينك تختاره، وبعد كده تيجي هتقول له هنا كوبي، وبعد كده هتقول لي مالتيبل، وتبدأ تختار اكتر من عنصر، وبعد كده هتقول له فينش مرتين، فينش للتحديد، وبعد كده فينش لان انت عملت الكوبي مونيتور الحاجه اللي انت عايزها. ده هنا شغل الاركتشر ستراكشر. وبعد كده بدأنا نحط الميكانيكال اكيوبمنت، وبعد كده بدأنا نعمل موديلنج للسيستم. ده شغل معماري، وبعد كده بدأنا بنحط المخارج. تمام، وبعد كده نبدأ نوصل بينهم. شغل صحي، بتبدأ تحط البرامج فيكتشر، وبعد كده تبدأ توصل بينهم، وبعد كده تبدأ تحط الفنتليشن.
ولو في أكتر من دور متشابه بتعمل دور 100% وبعد كده تبدأ تنسخه للدور اللي فوق. هنا فاير فايتنج تبدأ تحط الميكانيكال ايكوبمنت وبعد كده تبدأ توصل. وبعد كده بتبدأ تعمل بابلش للموديل بتاعك اللينك موديل، وبعد كده تبدأ تسحب الحاجة بتاعتك البرودكشن، وبعد كده تعمل اكسبورت للملفات. فهتبدأ تعمل شتات، تبدأ تعمل ماتش لاين. لو انت عندك لوحة كبيرة فهتبدأ تحط ماتش لاين عشان تعرف ان اللوحة دي بتشاور على انهي لوحة تانية، وده طبعا هيكون باستخدام السكوب بوكس. شيت كولبريشن هنعمل ليفل باي ليفل، هنبدا نتاكد ان مفيش مشاكل. فلو انت عملت المشروع كله ممكن تلاقي مشاكل كتير جدا ما تعرفش تحل ايه ولا ما تحلش ايه، فتبدا ممكن تقسمهم على طريق ليفل باي ليفل او روم باي روم او هورزونتال سبيس او فيرتيكال سبيس عشان تبدا تشوف المشاكل وتحلها. يعني ممكن تمسك شفط وتبدا تشوف المشاكل وتحل المشاكل. بينا بيقول لك اهم العناصر اللي هتبقى موجوده دي عناصر معماريه، دي عناصر انشائي سيفل، دي عناصر بقى الميكانيكال. يعني ميكانيكال بايبنج تشمل 1 2 3 و البلومنج ايه العناصر الاساسيه اللي موجوده فيها وهكذا.